شنو قلتي هذا باش نوقف اليوم في دار بيضاء مدينة اللي ساكن فيها في الوطن العربي. حاجة اللي زوينة أنك تكتشف ثقافات عربية أخرى، كتشوف أفلام، تشوف النيفو فين واصل ديال العرب على المستوى العربي، وحتى كتبارطاجي معاهم ثقافتك المغربية، وكتلاقى معاهم تيري اللي كتلاقاو معاهم ديما غير في التورناج، غير في الخدمة، غير في الفيح الذكري، غير في الحفاظة. دابا حنا هاد الجماعة الزوينة ما كاينش معانا، هو كبرت باش حيت يا خوت عمر كان واحد لو بيك اللي صعيب بزاف، كان خاصني لو شوا فريمون نعزل لي سيناريو اللي نعزل الخدمة ديالي، كان بغيت نبدل عاوتاني من البيرسوناج ديالو شوي نرجع للمسرح باش نزيد نسقى الموهبة ديالي باش نزيد نخدم. أنا بغيت نشوف الناس اللي يشوفوا رامي اليوم باش يشوفوا غدا يقولوا كاين فريمون ايفوليوشن، كاين تحسن. اي فوالا عزلت مسلسل كازا ستريت اللي لعب فيه فريمون شي حاجة ديكالي غيخرج على منصة شاهد، والعمل المسرحي ديالي ديال كان يما كان كورونا اللي مازال غادي يكون جولات، كانت بريمير في كازا هاد السيمانه. كاين مسلسل عايشه في الحلقات الاولى، وكاين ان شاء الله واحد شريط البازيل يلا غادي نصوروا في القريب. دابا هي منصه شاهد نورمالمون تبع ام بي سي. ام بي سي فاش كانوا كيحطوا مسلسل عندهم القناه بلاص ما يحطوه في يوتيوب، عندهم منصه ديالهم اللي كيحطوا فيها القناه، كتخلص غير الا كنتي غادي تشوف قبل من التلفازه. مي دابا هذا المسلسل اللي انا لعبت فيه هو 100% انتاج ديال شاهد، ما دخلاش مع ام بي سي، دونك ماشي تلفزيوني، هو ديال هذاك البلاتفورم اللي غادي نسميوها شاهد. هما سيستم ديالهم بحال هكا خاصك تخلص، مي جوبونس كو هذاك الشيء فريمون رمزي. كاين كانت واحد البروموسيون ديال 15 درهم في الشهر ولا ما عرفت، هذا كاين افلام زوينه بعدا خاص من نتفلكس. هما لعب ديالكم كاينه واحد الطاقه فيه ما لقاش فين يمشي، ما لقاش اللي يعاونو، راح لواحد القناه باش يبين الطاقه ديالو، دونك نعاونو هذاك اللي باغي يبين الموهبه ديالو ونجاهلو تفاوت. انا معاك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.